مع حضرتك للنقطة دي، بس خلينا بقى معانا على التليفون كابتن طيار أشرف إمام نجم، الكابتن حمادة حبيبي إمام طبعا، ودكتور ماجي. صباح الخير على حضرتك يا كابتن. صباح النور، ازي حضرتك؟ أهلا وسهلا. أهلا بيك، سعداء جدا أولا بوجود دكتور ماجي معانا حقيقي، وزي ما كنت بقولها وزي ما كلنا عارفين يعني عائلة زملكاوية ولكن كلنا بنحبكم، فالسر السر فين برضو يا كابتن أشرف؟ ربنا يخليكي. طبعا اول حاجه بشكر حضرتك طبعا على اللقاء مع الوالده، ودي حاجه جميله جدا من النادي الاهلي، وروح جميله جدا يعني بصراحه الواحد مبسوط منها جدا، وطبعا ده يدل على شيء، يدل على بصراحه حب يعني حتى جمهور النادي الاهلي للوالد الله يرحمه. طبعا وطبعا يعني كان ليه ذكريات معاك ومع النادي الاهلي كانت جميله جدا، منها طبعا اذاعه المباريات زي ما حضرتك عارفه، وتفاؤل جمهور النادي الاهلي وجمهور مصر بماتشات الاهلي مع اذاعه بابا الله يرحمه. بالظبط، وكان هو كل القنوات ساعتها كانت بتحرص ان في ماتشات الاهلي النهائيه او المهمه ان بابا يذيع الماتشات بتاعه الاهلي. وهدي لحضرتك امثله، مثلا زي ماتش الاهلي وريال مدريد لما الاهلي كسب 1، بابا كان هو اللي ذايع الماتش، الاهلي وصفاقه الجون بتاع ابو تريكه بابا كان هو اللي ذايع الماتش، وماتشات ثانيه بقى كتير يعني مش فاكرها دلوقتي. فهم بصراحة كان جمهور نادي الأهلي وعشاقه كانوا دايما بيتفائلوا بوجود بابا في إذاعة المباريات. يعني هو كان بيذيع المباريات وبشكل احترافي، يعني تحس إن هو شخص لا زملكاوي، هو شخص محترف بيذيع وبيفرح للجول الحلو للأهلي، فعشان كده يمكن كانت تركيبة برضو جميلة. يعني طبعا هو يعني حضرتك هو من الناس اللي هو مش متعصب، يعني بيحب الكرة الحلوة، يشجع الاسماعيلي، يشجع المقاولين، بيشجع الاهلي، اي فرقه بتلعب باسم مصر فعلا هو بيشجعها. صحيح صحيح. وكان دايما مهتم بالماتشات اللي هي اللي في القمه، يعني مثلا النهائي وكده، خصوصا ماتشات الاهلي او الزمالك، ويبقى يذيعها وبيحضر المباريات ويجمع معلومات. وطبعا الحاجات دي كلها بقى يعني ايه بانت في حب الناس ليه بصراحه، يعني انا ما كنتش متوقع كده. انا بتكلم معلش بسرعه شويه بس كده، اليوم مثلا الجنازه بتاعته لما شفنا بصراحه كانت حاجه جميله جدا، زملكاويه واهلاويه. وانا طبعا هقول لك شويه حاجات فاكرها، يعني يوم وفاته في المقابر يعني واحنا بندفنه، كان كابتن حبيب كان واقف معانا، كابتن مختار، كابتن ربيع ياسين. ويوم الجنازه بالليل كان ساعتها كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره، ومعاه مدرب اجنبي انا مش فاكره دلوقتي، كان موجود فرقه الاهلي كابتن حسام غالي، ومجموعه كبيره من اللعيبه كلها كانت موجوده، وكل بقى اللعيبه القديمه والجديده وحب الناس اللي جاي يوميها، وكانت حاجه بصراحه جميله جدا يعني الواحد مش قادر ينساها، ودي يدل على حب جماهير مصر كلها للوالد. صحيح. الله يرحمه. يعني صحيح، ويمكن ده توارث بعد كده لحازم، يعني برضو حازم نال نفس الحب ونفس الكاريزما، ده باين جدا في الملعب وخارج، يعني داخل الملعب وخارج الملعب. بس انا عايزه اروح معاك كابتن اشرف، انت كنت بتلعب كوره وانتوا صغيرين وبعدين بطلت واتجهت بقى لطريق تاني، برضو ليه ما حبيتش تكمل في الكوره؟ والله انا لعبت لغايه سن 17 18 سنه في الناشئين، وبعد كده بقى اتجهت للطيران، وبعد كده يعني كملت تاني بقى في نفس الطريق اول لغايه سن 24، واعتزلت بقى خلاص، يعني ما شغلي طبعا خدني من الموضوع ده خالص، وخلاص يعني بقيت بقى متابع جيد لكل المباريات وكل الماتشات وكده يعني. بس احنا كسبنا في المقابل كابتن طيار متميز. اولا بصبح على حضرتك وتحياتي ليك، وبرضه عايز استاذن حضرتك في سؤال كنت توجهت بيه للوالده دكتوره ماجي، وبقول لها ان المهمه اكيد ما كانتش سهله ان هي تحافظ على ارث عائله امام، فاحنا عايزين نعرف بقى رؤيه حضرتك، يعني وجهه نظر الابن، كيف كانت او كيف هي دكتوره ماجي الحلواني كأم؟ طبعا هي الدكتوره ماجي الحلواني طبعا يعني كاستاذه جامعه طبعا هي معروفه طبعا. مش هنتكلم في الموضوع ده أكيد. كتير طبعا ليها تلاميذها و عارفين طبعا يعني تاريخها، لكن انا بتكلم بقى كأم. هي ام بقى هي ابتدت تعمل حاجه لسه بتتعمل دلوقتي بنشوفها مع اولياء الامور، هي من زمان جدا وهي متابعانا انا وحازم في الكوره، سواء في نادي الصيد او في نادي الجزيره، وتابعت بعد كده مع حازم في نادي الزمالك في ماتشاته كلها، بتسجل له الماتشات ماتش في الفيديو، وتقعد تحلل له المباريات كل ده. يعني هي اللي بتحلل، معلش نقف يعني كابتن اشرف، هي اللي كانت بتحلل المباريات كمان. طبعا تديله تعليمات لما يرقص زياده، بسجله الاول المباريات، بسجله الاول المباريات واكتب له بقى عليها المباراة كذا، حازم لاعب ممتاز كمان، يعني تقييم مش مجرد عشان يبقى لما يرجع بالليل بقى يتفرج على نفسه جدا. بقى
طبعا بجانب بقى حضرتك طبعا الحته الدراسيه بتحاول ايه تنميها شويه. طبعا احنا بنشوف الدور ده دلوقتي حضرتك مع اولاء الامور، بنشوف كده الوقت الابهات والامهات بيقعدوا وبيروحوا مع اولادهم التمارين ويتفرجوا. الكلام ده ما كانش زمان موجود، هي اول واحده من اوائل الناس اللي ابتدت الموضوع ده. اه مش بتروح التمارين وكل حاجه، بس اهتمام بزياده، الاهتمام بالتفاصيل، الاهتمام مثلا بحازم في المعسكر، بتمارينه، باكله، بشربه، بالكلام ده كله، بجانب بتحاول توفق ما بين الحته اللي هي الدراسيه اللي هو يعني يبقى فينا يعني ايه نجاح ما بين الاثنين يعني زي ما بيقولوا يعني. جميل جميل جدا. على كل حال يعني احنا نورتنا في المكالمه دي، بنشكرك جدا كابتن اشرف، ميرسي جدا، وسعداء مره تانية هكررها بوجود والده حضرتك معانا. هتحب تقولي اي حاجه ولا يعني؟ متشكره على الكلام الحلو ده اشرفه بقى وحضرتك طيب نورتنا واتشرفنا بوجود حضرتك معانا.